تخوض القوات العراقية اشتباكات عنيفة مع مسلحي ما يسمى الدولة الإسلامية في محيط جامع النوري في غربي الموصل. وأعلن الجيش استعادة السيطرة على حي قضيب البان وقريتين في محور بادوش في الجانب الغربي للمدينة. في غضون ذلك أفادت مصادر عسكرية بمقتل عائلة مكونة من 8 أفراد إثر غارة جوية خاطئة استهدفت منزلها في حي النجار غربي المدينة. كما أفادت مصادر ميدانية بمقتل 11 شخصا في ضربة جوية استهدفت حي المشاهدة الواقع في الموصل القديمة. عبر الهاتف من الموصل ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبد الجبار. لو سمحت أجمل لنا التطورات الميدانية لديك، ولعلنا نبدأ بهذه الغارة التي استهدفت منزلا في حي النجار. نعم نادين، طبعا لا تزال المعارك عنيفة ولا يزال التقدم العراقي أو تقدم القطاعات العراقية المتمثلة بالشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تحاول تضييق الخناق على عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط جامع النوري ومنارة الحدباء، وهذا الرمزان هما من الرموز المعروفة بالنسبة للساحل الغربي لمدينة الموصل. طبعا هذه المعارك كانت اليوم على أشدها، وهنالك على مدى ما هنالك خسائر بشرية ضحايا من بين وقعوا خلال الهجوم اليوم بسبب الاكتظاظ تلك المناطق من الأحياء القديمة المدنيين، وهنالك صرخات انقاذيه تعالت بسرعه اقتحام او استعاده السيطره على الاحياء القديمه، على هذه الاحياء القديمه، وتحرير المواطنين الابرياء من يعني عناصر التمويل الذين يتخذونهم دروعا بشريه في تلك المنطقه. هنالك نوع من التراجع خاصه في الساعتين الاخيرتين لها علاقه ما يعرف بتنظيم الدوله رغم من شراسة المعركة صباح هذا اليوم. نعم، جزيل الشكر لك من الموصل شفيق عبد الجبار.